العسكرية أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. وإحنا عايزين نعرف بس الحركة التأمين النهاردة كان إجراءات مشددة جدا في الدخول والخروج وكان التأمين بشكل كامل. ده تأمين يا أستاذ لابد إن يكون تأمين. أنت عارف أنا شفت بابا شنو ده؟ أنا عايز أشكر القوات المسلحة. إحنا بنشكركم جميعا على مساعدتكم لينا، الشعب برضه كان هنا وساعد وكان عليه عمل كويس جدا. كان مطلوب إن إحنا نأمن المكان هنا وكان زي ما كنا مأمنين في الخطة الزراعية. التأمين مش عشان في خطر جاي، لا ده عشان يبقى في مراسم توديع، تبقى مراسم طريق بشخصيه عظيمه زي بابا شنود. مخاوف الاكباط بعد ماسبيرو يا فندم؟ لا 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 لا، مخاوف الاكباط بعد ماسبيرو؟ في اصابات كتير، مخاوف الاكباط بعد ماسبيرو.